من ديوان قبيلة عتبة في محافظة ديالى نرفع أصواتنا بالشجب والاستنكار قبل التعزية والمواساة إلى قبيلة عتاب في محافظة ذي قار للمصاب الجلل الذي أصاب أحد رموز القبيلة الشيخ جميل حاتم البرهن وإصابة أحد أبنائه غدرا وظلما. ونحن أبناء قبيلة عتبة في محافظة ديالى رهن الإشارة ويد بيد مع أبناء عمومتنا قبيلة عتاب لأجل رد من تسول له نفسه بالتجاوز والاعتداء على أحد رموزها. نرفع أكفنا إلى العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ عبد الحسن مجيد هندي رئيس قبيلة عتبة في محافظة ديالى.